جنين جنين، الفيلم الفلسطيني الذي أرعب الاحتلال، أنتج عام 2002 للمخرج الفلسطيني محمد بكري، ويحاكي الاجتياح الإسرائيلي لمدينة جنين في الضفة الغربية في عملية سميت حينها الدرع الواقي، وأسفرت عن مجزرة مروعة كتبت وسجلت في كتب نضال الشعب الفلسطيني. لم يمر وقت طويل حتى سارعت سلطات الاحتلال إلى إيقافه وفتح تحقيقات وملاحقات سياسية لم تنتهي حتى اللحظة، والحجة أنه يشوه الحقائق ويضر بصورة الاحتلال. واليوم عمد محمد بكري إلى إنتاج فيلم آخر باسم جنين جنين ليحاكي قصة جنين مع المعاناة عبر 22 عاما في خضم عملية أخرى في جنين وباقي مناطق الضفة الغربية، لتسارع سلطات الاحتلال إلى إيقاف حتى النسخة المحدثة منه دون سند قانوني، ولسان حالها يقول إنه الرعب المستمر ووصمة العار التي لا تنفك حتى تعود إلى الظهور بوجهها الحقيقي، وجه الاحتلال، وبالتأكيد القصة لم تنتهي بعد.